FM. الكلمة ليك. فما شكون قال وأنه لربما الواقع هذه اللي حثت للنقاب الأمني صاحب جويني قد تثنيه لاحقا على الإدلاء بتصريحات فيها حقائق تمس من وزارة الداخلية أو المؤسسة العسكرية. والله هذوما يتمنوا بس زميل العام لاتحاد الوطني للنقابات قوات الأمن التونسي، أنا مش بصفة شخصية نتكلم، نتكلم بس منظمة نقابية أكثر من 20 نظمة خرج. الاتحاد الوطني للنقابات قوات الأمن التونسي منذ تأسيسه منذ الأمين المرحوم منصر الماطي الأمين العام السابق أهدر نفسه أنه عنده مبادئ وعنده ثبات بتاعه اللي لا يمكن أن تتغير. إذا كان شفنا إخلالات تضر الأمن القومي التونسي فإنه مستفقون حاضرين. الكلمة ليك.